الشخص الثاني للفنانة التشكيلية المميزة كارل باحدال. وأنا كان لي يعني أنا كنت سعيدة جدا بافتتاح معرضها الأول، وكان من المعارض المميزة الجميلة. واليوم أكيد حيكون المعرض أجمل وأجمل، لأن رغد باحدال فنانة متميزة ما شاء الله عليها، ولها إبداعات ومواهب واضحة جدا في أعمالها الفنية الرائعة. أشكركم جدا، وأشكر مركز أدهم اللي دائما بيستضيف المناسبات الفنية والمناسبات الثقافية اللي بتثري الذوق العام عندنا في منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة بالتحديد، واللي دائما لها الأثر الجميل في دعم الفنانين من الشباب والشابات للعطاء بشكل أكبر وأكبر، والاهتمام أكثر بالناحية الثقافية عندنا في المملكة بشكل عام. السلام عليكم، معكم الفنانة التشكيلية رغد باحداد، أول فنانة سعودية تستخدم دمج ألوان الماركر. طبعاً اليوم معرض الشخص الثاني على شرف سمو الأميرة دعاء بنت محمد، يضم مجموعة من لوحات إبداعات ماركر وأبيض وأسود. طبعاً شكراً للحضور اليوم من الفنانين المهتمين والحضور الرائع والإعلاميين، شكراً يعطيهم ألف عافية. طبعاً أنا سعيدة جداً اليوم بهذا المعرض لأنه ضم عدد كبير من لوحاتي من إبداعات ماركر، وفخورة بنفسي كأول فنانة سعودية تستخدم دمج ألوان الماركر. شكراً لكم.